سلام يا أبوشة قلبي، صباح الخير، صباح الحب، صباح الأيام السعيدة، صباح الأيام الجميلة، صباح الورد والغيم والمطر والعسل والتوست والشوكولاتة وكل الأشياء الجميلة اللي تشبه عيونك يا أبوشة قلبي. اليوم رح نتكلم عن موضوع مهم. تلاحظون أني كل يوم أقولكم نتكلم عن موضوع مهم نتكلم. طيب اليوم رح نتكلم عن ليش الإنسان ممكن ما يحس بالرضا أو ما يحس بالسعادة، ومتى الإنسان ممكن يحس بالرضا هذا، متى ممكن كذا يوصل لمحطة ويوقف كذا ويقول الحمد لله أنا اليوم وصلت إلى تمام الرضا، وهل الإنسان فعلا يحس بالشعور هذا؟ أول شيء أبغى أقوله الأشياء بعد عمري وحشاشة يوفي وبعد شبدي، إنه لو جينا للمعادلة البسيطة كذا في البداية يعني قبل نتعمق، أبغى أقول ليش إنه عدم الشعور بالرضا ينتج عن مقارنة في نفسه أو اللي يملكه بالأشياء اللي يملكونها الناس أو بحياة الناس أو بحياة المشاهير. يعني هذه قاعدة بسيطة 99% من الناس يعرفونها، فأنا راح أقول ليش الناس تقارن حياتها بحياة المشاهير أو الناس اللي أحسن منها، لأنه إحنا كبشر دائما ننسى أنه إحنا نذكر أنفسنا بنعم الله علينا. أنا مثلا الآن قاعدة أكلمش وأنا جالسة على مكتبي، مكتب عادي، وقاعدة أسجل لكم الكلام هذا، بينما في الوقت هذا في ناس قاعدين في قصور، وفي ناس الآن في طيارات خاصة، وفي ناس قاعدة تعقد صفقات بملايين الدولارات. إذا أنا اتوقفت هنا معناها أني ما رح أحس بالرضا، إلا إذا كانت عندي الصورة واضحة. لما أجي أقارن نفسي بالأشخاص هذولي أقول أنه حتى الناس هذولي يحسون بالألم وإنها تصير لهم حوادث في حياتهم. وفي الجانب الثاني في ناس الآن تصارع الموت، وفي ناس بالوقت هذا متعرضة لحادث. لو جيتي الآن وسألتيهم إيش أكبر أمنية في الحياة عندكم راح يقولوا ليش بس إنه إحنا ننجو، إنه إحنا نكون بخير من اللي إحنا فيه الآن، وما أبغى ولا شيء في الحياة، لو أعيش تحت شجرة. وفي ناس في اللحظة هذه الآن يسوون عمليات ممكن تكون خطيرة، أهلهم والناس اللي من حولهم يعني أمنيتهم بس في اللحظة هذه إنه هذول يقوموا بالسلامة. في ناس كمان في الوقت هذا قاعدة تتسول عشان كم ريال بس. في الوقت هذا كمان اللي أنا قاعدة على مكتبي اللي عادي قدامي قشرة برتقالة وكم سلك وجوالي واللابتوب والميكروفون، منظر عادي جدا ممكن أكون أنا مو راضي عنه، وأتمنى لو أنا بمكتب فخم أو أسكن فيلا فخمة. بس بالوقت هذا فيه أم فقدت ابنها أو فقدت زوجها أو أخوها، في شخص الآن لو تجيبي له الحياة كلها بأكملها راح يقولش ما أبغاها، أبغى الإنسان اللي أنا فقدته. فإذا اكتملت الصورة بالنسبة لنا أعتقد إنه إحنا ما رح نحس بالجزع، ورح نعتقد إنه إحنا مدام نمنا كذا وحطينا راسنا على المخدة وإحنا مو محتاجين أحد وعندنا فراش دافي وأهلنا وعيالنا بخير، معناها إنه مثل ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من بات آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. ترى الرسول ما قال عنده قوت سنة، قال يومه، يوم واحد. طيب لو تكلمنا عن الموضوع هذا من جانب فلسفي شوي وقلنا ليش احنا ما نحس بالرضا، ليش احنا مو سعيدين بحياتنا، ابغى اقول ليش انه الانسان اللي مو سعيد بحياته في عنده كذا كم عامل يلعبون كذا في حياته. من اهم العوامل هذه انه شروط الانسان هذا شروطه على نفسه كبيرة. يعني مثلا انا عشان احس بالاهمية وعشان احس انه انا لي قيمة عندي شعور اني لما اصور لكم لازم احط كوب قهوة وكرسون كذا قدامكم وحلا والبس كذا لبس غالي والبس الساعة والاكسسوارات واغير الخلفية. اذا ما كانت عندي الاشياء هذه معناها انا ما احس باهميتي، او اكون مثلا من الناس اللي اليوم انا صورت لكم على المكتب بكره انا لازم اصور لكم انا في الكافي او اصور لكم وانا في السياره، بكذا انا احس باهميه نفسي. احس بها من وين؟ احس بها من لما واحده فيكم تجي وتقول لي الله ايش المطعم اللي انت رحتي له، واو ايش الساعه اللي انت لابسنها، بنتش من وين لبسها، انت وين مسافره، الخاتم اللي انت لابسنه من وين. فانا احس باهميتي من خلال الكلمات هذه، احس اني نجمه في السماء وفي الارض احس اني فراشه. تتذكرون هناك في البستان كانت فراشتان، احس اني انا واحده من الفراشات هذه. شغلتكم الأغنية. فالقيمة هذه أنا أستمدها من وين؟ أستمدها من نظرات الناس وإعجابهم بي. لما تكون شروط الإنسان كبيرة على نفسه هنا الإنسان يتعب كثير، وصعب أنه الإنسان يحس بالرضا بسهولة، لأنه لو أنا حطيت نفسي في القالب هذا معناها أنه أنا هنا راح أكون من صاعة لآراء الناس، إيش قالوا عني، إيش مدحوني، إيش تكلموا كذا، راح أفتش في الكومنتات في الردود أشوف إيش الشيء اللي مدحوه، بكذا الدوامين كذا يطلع عندي لحد نفوخي. فأي أحد يحط نفسه في الدائرة الصغيرة هذه وما يقدر يقبل نفسه زي ما هي. عشان كذا الإنسان لا يدور على قيمته ضمن خطط المجتمع وطريقتهم وكيف يبغونه وفي أي برواز
الناس كيف تبغاها، ايش يحبون، لانه الشخص هذا راح يتعب صدقيني والله العظيم. وشوفي في شيء لازم تفهمينه، انه كلنا سواء اللي على بساط الريح واللي فوقه واللي تحته، كلنا عندنا امنيات ما تحققت الى اليوم. لكن ايش هو الكلام؟ هل عدم تحقق الاشياء هذه مسبب لي ازمه والم نفسي، منغص حياتي لدرجه اني انام واقوم وانا افكر انه انا اقل من غيري؟ هذا هو عدم الرضا. اذا قلتي لي انه انت تحاولين كثير انه انت تحسين بالرضا، او تحاولين انه انت تمارسين الامتنان لكنك مو قادره ابدا، ابغى اقول لك حل بسيط، انت جربيه وشوفي ايش اللي بيصير معك. ابغاش يا طويله العمر والسلامه تنقطعين عن الاشخاص اللي تتابعينهم على السوشيال ميديا، الاشخاص ركزي وكملي معي عشان ما تخافين، والاشخاص هذولي لما تشوفينهم يسببوا لك احباط، يحسونش انه حياتك معدومه. في الفتره هذه اللي بتنقطعين فيها، انا ودي اقول لك في الفتره اللي راح تنقطعين فيها حاولي ان انت تستشعرين نعم الله عليك، لكن انا ما راح اقول لك الكلام هذا. تدري ليش؟ انه بمجرد الانقطاع سبحان الله نظرتك راح تختلف. شوفي انا انقطعت تقريبا يمكن 2019 2021، هذه يعني كان السوشيال ميديا بالنسبه لي محدوده جدا. السنتين الاولى اللي هي 2021 كانت تقريبا تويتر بس، بعدين دخلت اليوتيوب بس. اما سالفه سناب، اشوف المشاهير، اشوف الريل، اشوف حتى بالمرحله هذه اللي كنت اتفرج فيها على اليوتيوب كان اكثر شيء اشوفه اللي هي وثائقيات. راح تكتشفين يا ابوشه قلبي انه الله اعطاش نعم كثير بغير حساب، الهواء، النفس، الاكسجين، الماء، اشياء كثيره اعطاش اياها سواء عبدتيه او ما عبدتيه، سواء كنتي مسلمه، كافره، ملحده، ايا كان، حتى لو كنتي تسبينه، فراح يعطيش النعم هذه، راح يعطيش اياها. معناها انها ايش؟ معناها انها نعم مجانيه بدون حساب، راح يعطيش عيال، راح يرزقش ما دمتي تسعين، راح يرزقش. فلو انقطعتي عن الاشخاص هذولي اللي يخلون عقلك ناظر في زاويه واحده وبس، راح تستشعرين النعم هذه. تكلمت انا على الموضوع هذا، راح تلاقينه في تفعيل اسم الله الحسيب. ترى كل الناس هذولي اللي نشوفهم احنا على السوشيال ميديا اللي يظهرون بالكمال وانه حياتهم ورديه وانها طبيعيه، والله العظيم انه خلف حياتهم في كواليس مؤلمه. واحنا دائما نشوف يعني واحده كذا فجاه تطلع تقول انا اتطلقت، هل تعتقدين يا حبيبه قلبي وحشاشه يوفي انه هي جلست كذا هي وزوجها جلسه حلوه، كانوا ياكلون فصفص ويشربون عصير، او حتى كانوا في اليخت كذا وحاطين السناره ويصيدون سمك، ففجاه قالها والله ايش رايش نتطلق؟ قالت له والله خلني افكر. تقول نتطلق نسويها؟ لا حبيبتي، قبلها كانت كفوف ومشاكل. وانتبهي واياني واياش، تصدقين سالفه انه احنا انفصلنا واحنا نحب بعض؟ ممكن يكونوا صح انفصلوا ويحترمون بعض وفي بينهم علاقه علشان الاطفال اللي بينهم، لكن موضوع انه المشهد اللي صار في الخلفيه هو نفس المشهد اللي انت تشوفينه الان، لا والله، ترى قبلها والله العظيم يعني تلاعنوا وتفلوا على بعض، ما تطلقوا الا بعد ما وصلوا لمرحله سيئه. لكن ترى اللي يسوونها على السوشيال ميديا هذا شغلهم، هذا عملهم. يعني انت اليوم لو عندك وظيفه هي مصدر دخلش، ترى هذولي لما يظهرون انه حياتهم ورديه هذا شغلهم، يعني اللي يسوونه ترى ما هو غلط، الغلط عندك انت اذا كنتي مصدقه انه هذا 100% صح. عشان كذا راح ارجع واقول لك لو عندك نعم اليوم في حياتك احمدي الله عليها، احمدي الله عليها ما دام عندك فرصه انه انت تحمدينه قبل تتمنين لو يرجع بش الوقت وتنلف شوي عجله الزمان عشان تجلسين وتمتنين لله عليها وتحسين فعلا بالرضا عنها. لانه في الغالب الانسان اللي ما يشكر الله على النعم اللي عنده تسلب منه نعمه كبيره، مثل اب او اخ او ابن او زوج او ام، بعدها يجلس يقول اها يعني انا كنت كل هذيك الايام اصيح على اشياء تافهه واتمنى اشياء حتى لو جات اليوم ما راح تحقق لي شعور الشيء اللي انا فقدته. فلو يرجع الزمن، لو يرجع الوقت شوي، واحمد الله عليها، راح اقول لك ايش النقطه اللي وصلتني اني استشعر الشيء هذا. والله ما ادري كيف جت بالي الان، قبل اجيب بنتي الصغيره اللي هي ريما، جبتها بعد تقريبا 6 سنوات ما حمل. فقبل احمل في ريما حملت في طفل وسقطته، بعد ما سقطته قعدت 4 شهور وانا اصيح الله العظيم انها ولا ليله الا وانا ابكي، خصوصا انه انا لما سقطته وانا في البيت، فشفته، شفت تفاصيل يدينه، كانت يدينه مفتوحه، عيونه، كل شيء شفته. فقعدت تقريبا 4 شهور زي ما قلت لكم والله ولا ليل الا وانا ابكي. بعدها كذا فتره كم شهر يمكن 4 أو 5 شهور حملت في ريما. لما حملت في ريما سبحان الله بديت اخاف عليها، لما ولدتها بدت تجيها تشنجات. لما جتها التشنجات هذه كنت اصيح وابكي، ورجعت اتخيل هذيك الايام اللي انا بكيت فيها على هذاك اللي كان يعني لساتها لحمه، ما شفته، ما سمعت صوته، ما سمعت ضحكته، ما رضعته، ما اهتميت فيه، ما بدلت له. فكنت في هذيك الايام كاني استغفر الله انه انا يا رب انا استغفرك عن هذاك اللي انا سويته، ولو يرجع بي الوقت واسقط مره ثانيه راح احمدك يا رب، بس يا رب احفظ لي البنت هذه، يا رب لا توريني فيها مكروه، هذه انا شلتها وحضنتها ورضعتها وبدلت لها وضحكت لي وسميتها وتعلقت فيها. من بعدها والله العظيم وانا اتادبت، شيء الله ما اعطاني اياه ما ازعل عليه، شيء الله اعطاني اياه واخذها مني الحمد لله، لازم اني ارضى، وخصوصا لما تكون اشياء
بسيطة. يا الله إيش يعني واحدة عندها سيارة ولا عندها فلوس ولا عندها قصر؟ إيش يعني واحدة سافرت؟ يا ربي لك الحمد عندي نعم أكبر من كذا. هذا اللي إحنا مفروض نقوله، الحمد لله، الحمد لله على نعمة إنه الواحدة أم، ولا الحمد لله إنه عندها أب وعندها أم وعندها أخوان. ترى والله العظيم إنه هذه نعم لا تقدر بثمن. وترى يقول علي بن أبي طالب كل ميسر لما خلق له. لو أنت خلقتي عشان تكوني مشهورة كان الله عطاش النعم هذه، بس أنت ميسرة لأمر ثاني، أنت خلقتي علشانه. صرنا 10 دقائق يا أبوشة قلبي، أعتقد إنه هذا كل اللي عندنا اليوم. لو عجبك الموضوع حط لي تشي لايك من يدك الحلوة. آخر شيء، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة، في أمان الله.